بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هو علاج ضيق الرزق؟ هذه المشاكل الاقتصادية التي نتعرض لها اليوم، معظمنا يمر بحالة من ضيق الرزق، سواء حالة مؤقتة أو حالة طويلة الأمد. العلاج بسيط أيها الأحبة: الثقة بالله، ثم الثقة بالله، ثم الثقة بالله عز وجل. نحن الآن سنتكلم من كلام الله عز وجل. إذا كنت تثق بهذا الخالق العظيم الذي خلقك ورزقك السمع والبصر وأعطاك هذه الصحة وهيأ لك أسباب الحياة، إذا كنت تثق بهذا الخالق العظيم لابد أن تثق بكلامه أيضا. الله تبارك وتعالى يقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، لا تنغر بهؤلاء الذين لديهم الأموال والعقارات والسيارات والشركات وغير ذلك، لا تنغر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. لا تقل لماذا الله لم يرزقني على الرغم من أنني أدعوه وأصلي وأقرأ القرآن ورزق فلان المليارات. هذه زينة ستنتهي مع الدنيا وتكون حسرة عليه يوم الموت. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. هذا مؤمن فقير، مثار سخرية واستهزاء من هذا الغني الكافر. الله تعالى يبشرك أيها المؤمن، يقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله أيها الأحبة، إن الرزق الحقيقي هو الذي يأتيك بعد الموت وليس قبل الموت. الرزق الحقيقي أن يكرمك الله بحسن الخاتمة وأن تغادر هذه الدنيا وهو راض عنك، هذا هو الرزق الحقيقي. أما الأموال ستذهب، العقارات ستذهب، إذا كانت أرضنا كلها ستدمر قبل يوم القيامة، كل من عليها فان، النجوم ستنفجر، البحار ستشتعل، الجبال ستدمر وتسير، كل هذا سيفنى. لماذا تعمل للدنيا؟ لماذا تبني وتضيع وقتك؟ يعني العمل عبادة، اعمل بشكل يكفيك ويكفي أسرتك ووسع أعمالك، لا مشكلة. الإسلام يشجع على عمارة الأرض، يشجعك على الاستثمار، على الحياة السعيدة، ولكن لا تجعل هذا على حساب ذكر الله. نسوا الله فنسيهم. الصلوات الخمس، العبادات، قيام الليل، الدعوة إلى الله، هذه الأموال الذي معك سوف يدمرها الله سبحانه وتعالى ولن تبقى معك، لن تصل إلى قبرك، ويوم القيامة لن يكون هناك مال. والوزن يومئذ الحق، معك حق، أنت صاحب كلمة وسلطة ونفوذ يوم القيامة. كل هذه الدنيا ستفنى. لذلك هنا الله عز وجل قبل أن يقول لك يا من ضاقت عليه الدنيا، قبل أن يقول لك والله يرزق من يشاء بغير حساب، قال لك: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. يعني لا تنغر بهؤلاء، كن مع الله عز وجل الذي يرزق من يشاء بغير حساب. السيدة مريم كان يأتيها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف تجدها في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ولم يكن هناك لا ثلاجات ولا أجهزة تبريد ولا شيء من هذا.
فكان سيدنا زكريا عليه السلام عندما يدخل يعجب، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظوا أيها الأحبة، آيات الرزق مرتبطة بالله مباشرة، مرتبطة بمشيئة الله وليس بالعمل والجهد والأسباب والذكاء وغير ذلك، لا، كله مرتبط، لأن الأسباب يسببها الله، والذكاء الذي لديك هو عطاء من الله. إذن الذي يرزق هو الله. الآن أيها الأحبة، والذين هاجروا في سبيل الله، الهجرة هنا ليس من الضروري أن تترك وطنك وأرضك وتذهب لتهاجر. الإنسان عندما يهجر الشر، هذه هجرة في سبيل الله. عندما يترك أكل المال الحرام، هذه هجرة في سبيل الله. يعني الهجرة لها أنواع: هجرة مكانية، تغادر من مكان إلى مكان، وهجرة تتعلق بنوع العمل، تهجر المعاصي.